ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن الحاجات اللي جات لي من موقع شي ان. بصي انا عايزاكم تجربوا الموقع ده مره واحده بس، بعد كده هيبقى بالنسبه لكم ادمان ان انتوا تجيبوا لبس، شوزات، شنط، كل حاجة عندهم حلوة. يمكن اكتر حاجة فعلا بتميز الموقع ده انه عارفين الحاجات اللي احنا بنشوفها في البراندات الغالية قوي اللي هي الاسعار بتبقى بالنسبة لنا فولاذية هلامية ليه مثلا القطعة دي بالسعر ده، بتلاقوا حاجات شبهها بالظبط على موقع شي انه بتبقى شبهها جدا في الستايل وفي الشكل وكمان في اللبس بيبقى شكلها شيك ومميز. خليني بس اوضح لكم نقطه كده في السريع، ان انا اي حاجه بفرقوا عليها في الفيديو سواء بقى حاجات للسكين كير او لبس او مشتريات او ايا كان ببقى قبلها على طول منزلها على الانستجرام، عامله بيها بقى ستوري، عامله بيها ريفيو بتكلم عنها، وبعد كده في الفيديوز بقى بقدمها بشكل مفصل. فانا في اوقات كتير ببقى مثلا متكلمه عن حاجات معينه وببقى سايبه لكم اللينك في الستوري لو انتوا عايزين تدخلوا على القطعه دي دايركت على الويب سايت ده، لان بتدخلي على الموقع بتلاقي اشكال والوان ومقاسات وحاجات فالواحد بيتوه، فيا بنزل بوست يا بنزل ستوري، فاللي يعجبكم احتفظوا باللينك عشان بترجعوا تسالوني بعد فتره طويله جدا ببقى اوريدي انا نسيت الحاجه دي اصلا، ويعني خلاص بقى في حاجات جديده، غير ان انا ما بقدرش ارد على الرسائل. انا اسفه جدا لكل حد انا اتاخرت عليه في الرد على الرسائل او ما ردت، ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على الرسائل بس في اوقات كتير ما بقدرش لانه انا باخد وقت كبير جدا في تصوير الفيديوز دي وفي المونتاج، وانا عندي بيت وعندي بنوته صغيره وبياخدوا برضو مساحه كبيره جدا من الوقت غير الحاجات اللي المفروض اعملها. فاسهل حل عشان احنا الاثنين نبقى مرضيين ومحدش يزعل من التاني ان انتوا تتابعوا على طول الانستا والستوريز اللي بنزلها كل يوم بعمل ابديت بحاجه جديده، وتشوفوا الفيديوز لان غالبا معظم اجابات اسئلتكم ببقى انا مجاوبه عليها في الفيديو، وانا من نفسي لما بلاقي اكتر من سؤال اتكرر في موضوع معين وانا قدرت اكون عنه فكره بطلع على طول اعمله فيديو. بس كفايه بقى، خلينا افرجكم على الحاجه اللي انا جبتها المره دي. اول حاجه كالعاده اخترت دريس، هو مختلفش خالص عن الدريس اللي انا جبته المره اللي فاتت، هو نفس الستايل ونفس الماتيريال، الاختلاف بس في الشكل وفي الالوان. عجبتني جدا الوانه، وانا اكتر حاجه بحبها في الدريسات دي انه بادي وطرحه، يعني بادي من تحت وطرحه وشوز وشنطه وانزلي خلاص، يعني مش محتاج اي فكره ولا اي فن خالص، هو من نفسه زي ما قلت المره اللي فاتت بيبقى منطق نفسه، يعني هو بيبقى شكله اصلا شيك وسيمبل جدا مش محتاج اي حاجه. تاني حاجه جبتها وهي الجيبه دي، لونها يجنن على الطبيعه، اللون الزيتي الدرجه اللي هي الحلوه اللي هو ولا زيتي مكتوم قوي ولا اخضر، ولما شفتها على الويب سايت لقيت ان هي كانت قصيره على الموديل اللي لابساها، فوالد قال لي هتيجي برضو قصيره عليكي، بس انا قلت له لا لانه برضو بشوفه طول الموديل نفسها، يعني هي اطول مني بكتير، انا بالنسبه لها اذعه، فانا قلت الجيبه هتيجي مظبوطه، وفعلا جت مظبوطه رغم اني برضو قلت ايه لحسن تيجي قصيره، فجبت لها السنيكرز ده. كانت لابسه الابيض وانا حاولت ان انا اطلب الابيض بس للاسف كان خلص، فجبت اللون برضو اللي هو الاصفر مستارده، عجبني لونه على الجيبة وقلت برضو هلون جديد وهينفعني في حاجات تانية. انا جبته على اساس ان هي لو طلعت قصيرة فخلاص هلبس السنيكرز وهيبقى الوضع تمام، بس هي مطلعتش قصيرة، هي طلعت مظبوطة. والكونفرس جبته مقاسي وطلع فعلا مقاسي، دايما بقول لكم في الشوزات اختاروا مقاسكو هيطلع مظبوط. الحاجة كمان اللي اخترتها بعد كده هو الترنج الرياضي ده، هو قطعتين، قال يعني انا بنت رياضيه بقى وهنزل اجري بيه قوي يعني، بس هو عجبني يعني ستايله وشكله، وجبته اكبر مني درجه ان انا كنت خايفه بصراحه ان هو يجي ضيق عليا، بس ما جاش ضيق، هو جه مظبوط او يمكن حتى اقرب للواسع، يعني يمكن لو كنت جبت مقاسي بالظبط كان جه مظبوط عليا، بس انا حبيت اجيبه اكبر وهو شكله روش يعني حتى وهو كبير، يعني عارفين الحاجات اللي هي شويه اوفر سايز فمش فارقه. فالقطعه اللي فوق دي اوفر سايز فشكلها حلو، والبنطلون انا حابه ان هو يكون واسع ما يكونش ماسك عليا، فقلت كويس ان انا جبته اكبر من مقاسي. اخر حاجه اخترتها وهو البنطلون ده، وانا غلطانه ان انا ما بصيتش على الماتيريال، انا بصيت على الشكل وطلبته، كنت فاكره ان هو هيكون جينز وانا اوريدي كل عندي جينز يعني على ازرق، فكنت محتاجه بنطلون اسود، فكنت فاكره ان ده هيكون جينز، بس هو طلع جبردين. شكله ايه؟ بوي شوية، مش شكله حاجة بناتي يعني فيها نوسة كده، يعني شكله كأنه بتاع رجالة.
بس انا عامه يعني كنت محتاجه بنطلون اسود وهو الماتيريال بتاعته حلوه، بس انا ما حبيتهوش كشكله عليا يعني، ما حسيتهوش بصراحه اما البس. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. هسيب لكم لينكات لكل القطع اللي انا اخترتها عشان لو حابين تطلبوا زيها، وهسيب لكم كمان كود خصم 15% تقدروا تاخدوه على اي قطعه تختاروها من على الويب سايت غير الخصم اللي هم اوريدي بيبقوا عاملينه. اسعارهم حلوه جدا على الماتيريال وعلى التقفيل بتاع الحاجه، الفكره بس بتبقى في الجمارك وفي الشحن للاسف. بس انا الفيديو اللي فات وضحت لكم ازاي نخرج من المأزق ده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم واشوفكم الفيديو بتاع على خير ان شاء الله.